متابع ام تي في لايف مع فقره سانتي لليوم، ودكتور فادي نصر موجود معنا، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. حضرتك اختصاصي امراض دم واورام. عم نحكي عن هالمرض السرطاني اللي متفشي وعم يكثر. اليوم وقاية 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 لحتى ما يتفشى بعد. ما يتفشى. عم نحكي عن الوقاية من مرض. نحن بنقول دائما انه تحسننا بالامراض السرطانيه، يعني في تطور هام جدا بالعلاجات، بس بضل اهم شيء نتوقع حالنا. لانه يعني مثل ما بتقول لك ستك بالزمان، درهم وقايه احسن من انطار علاج. نعم. وهذا شيء كثير مهم وهذا شيء صحيح. لان دائما بيسالونا بس وين ما نكون انه فيني وقع حالي من هالسرطان؟ الجواب ايه، فيني وقع حالي من السرطان. ليش؟ نعم. كلنا منخاف من السرطان، كلنا منخاف من السرطان لسبب هين، لأن شخص على ثلاثة بيعمل سرطان، مرة على ثمانية بتعمل سرطان بالثدي، الرجل على سبعة بيعمل سرطان بالبروستات، بس تنشوف قديه هالمشكلة كبيرة، بس تشوفي حواليك كل ما تطلعي حواليك ما بتلاقي إلا حدا مصاب، حدا قال لك، يعني ما بكون بمجتمع ولا مدري شو إلا ما حدا بيحكينا عن هالمشكلة، عنده حدا، خي، بي، عم، إلى آخره، أخت وإلى آخره، أو جارة. نعم. وهيك. سألتك زيت السؤال، رح أرجع أسألك، كيف فينا نتوقع السرطان ببلد مثل لبنان فيها الكمية الهائلة من التلوث، ما في سلامة غذاء، الماء، الهواء، النفايات اللي حوالينا وين ما كان؟ يعني إذا بناخد استاتستيك تبعنا، نحن مثل البلدان المتقدمة بالسرطان، يعني أول سرطانات عنا عند النساء هي سرطان الرئة، عند الرجل هو، عند النساء هي الثدي، عند الرجل الرئة والبروستات، يعني حسب إذا بناخذها شو بموتنا أكثر أو شو عنا إياه بالأكثر. بس لازم نعرف إنه نحن مثل البلدان المتحضرة المتقدمة، يعني عنا زيت أنواع السرطانات والنسب. هلا زيت النسب، بس مثل بتقولي لي إنه هل هالنفايات وكذا بتساعد تزيد أكثر السرطانات؟ الجواب أكيد إيه، أكيد 100% أكيد إيه، وهيدي لازم لها معالجة وحكينا فيها مليون مرة، بس هيدي لا أنت فيك تعملي فيها شيء ولا أنا فيني أعمل فيها شيء، هيدي بدها تصير على صعيد دولي، يعني الدولة بدها توقينا من النفايات، الدولة بدها توقف البوليسيون بالهواء. هو نحن أنا وياك ما فينا نعمل عليهم شيء. لبين ما يوصل هالموضوع. لبين ما يوصل. شو علينا نحن؟ بدك تخبي حالك، تسكري حالك أو تفلي من هالبلد. وصوم عن الأكل. صوم عن الأكل. بس برجع بقول يعني ما عنا شيء مضوء أحمر حاليا بمقارنة مع غير بلدين بالعالم. أوكي. بس أنا بقول في أشياء على الصعيد الشخصي فينا نعملهم. وبتقولي خلينا نبلش بالشخص قبل ما نروح على هيدا، عم تقولي لي بالبوليسيون بالهواء والى اخره، بس مع عندنا كل يوم بوليسيون حدنا وحوالينا، يعني امبارح رحنا على مطعم مش رح نحكي أوكي. اسم المطعم. عرفت قصدك، الدخان والاراجيل. الاراجيل مشكله كبرى، يعني اول ما نقول وقايه بقول في وقايه بنسميها اولويه، كلنا بنعرفها هالوقايه الاولويه، يعني فيني اعمل وقف شيء تما اعمل سرطان، يعني كلنا بنعرف، مثل ما انا بدون ما احكي انت جاوبتي على حالك. لكن ايه، فيني وقف التدخين، فيني وقف الاتعس واصعب وهالايام بمشكله كبرى المتفشي هي الارجيله، يعني امبارح كنا ما قدرنا محل نقعد لان في شتاء، مجبورين كلنا نقعد جوا، وبوقف المطعم اذا ما في اراجيل. كان المفروض بس بكل بساطه تعرف عن نفسك دكتور، كانوا كلهم لو عرفت انا فانا فليت. عرفت كيف؟ مش انا مش من شاني، والله مش من شاني، انا من شان الناس. لان ما عندك فكره، لأن بس نقول النساء، يعني في مشكلة عند النساء بالأرجيلة. ليه؟ لأن هاي الموضة شائعة كتير عند النساء، وهالموضة بشائعة عند النساء عم بتورط ولادها. ليه عم بقول ولادها؟ لأن أول شيء ولادها بيدخنوا معها بالبيت، لأن لازم تعمل أرجيلة مرة بالنهار مينيموم، وثانياً عم بتعلم ولاد صغار، عم شوف ولاد صغار يعني 10 و15 سنة عم ببلشوا ياخذوا أرجيلة. ليه؟ لأن بيشوفوا أمهم عم تاخذ أرجيلة، إنه بسيطة وإيه وما فيها، يعني بتتعودي من هالأعمار الصغيرة. لكن الأرجيلة بتضر أكثر من الدخان؟ أكيد مثل الدخان، يعني كل أرجيلة بتساوي تقريباً 15 ل 20 سيجارة. أوف. بس تقول قد إيه مشكلتها كبيرة، أكيد شو لكن. ودائماً بس نحكي النساء إنه إيه نزل بالميات وطلعوا بالميات وما بيأثر، لازم نعرف انه هي مشكله كبرى، لان احنا عم نشوف سرطانات كبيره. يعني هلا جاي انا تركت من عندك، عندي شخص بحييه مره بتاخذ العقل، عمره 35 سنه، عمره سرطان بالرئه،
عم تفهمي قصدي؟ من وراء الدخان اكيد الدخان له تاثير، لان نحن عندنا شغلتين بالسرطان. اول شيء شغله جينيه، يعني نحن عندنا استعداد نعمل سرطان، وبيجي شغله من الانفيرونمون من برا هو بيعمل تريجر بيفقع هالموضوع. لكن اذا عندي استعداد بالعائله اعمل سرطان بالرئه وجينا دخننا نحن بنعمل سرطان اسرع. من هون بيقولوا ايه انا بدخن مليون سيجاره وما بيصير شيء، وهديك بيدخن سيجاره واحده وصار شيء، لان في مشكله جينيه وراها. من هون ايه فيني وقع حالي الجواب ايه فيني وقع حالي من سرطان 100% الجواب لا، بس نحن بنشوف المصايب. يعني بشوف انا مصايب مثل هالمره اللي بموت فيها انا ما فيني اعمل لها شيء، عرفتي كيف؟ وعندها السرطان المتقدم وبتطلع فيك وبتقول عندي ولادة ثلاث ولاد شو بدي اعمل، عرفتي كيف؟ وعندي والحقيني كل يوم عندنا زيت القصه، لان سرطان الرئه هو من اكبر السرطانات. يا جماعه يا هو اللي عم بيسمعني، من شانه من شان ولاده يزت السيجاره، يا مدام يا مدام من شانك الارجيله والله حلوه ومنيحه والله عظيمه، يعني بس اذا ما هلا بيعملوا يعني موضه حتى اجتماعيا مش موضة هالقد تحفي. خلينا ناخذ وقفه قبل ما نتابع عن الوقايه من السرطان. دكتور فادي ناصر موجود معنا اليوم بسانتي، وموضوعنا هو الوقاية من السرطان. عم نحكي عن الأمور يلي كل شخص بيقدر ينتبه عليها لحتى يقدر يتوقع، أو إذا عنده هالاستعداد الجيني مثل ما تفضلت وذكرت أنه ما يكون عم بيظهره أول شيء أو يأخره. لأن هيك برجع بقول وبشدد، اللي عم بيسمعني هلا اللي عم بيدخن أرجيلة أو سيجارة، زدت السيجارة بيربح حياته. دائما بنقول انه ايه انا اذا ما بدخن وما بشرب ولا شو حياتي؟ الجواب هين، اذا وقفت السيجاره نشرب ولا ما ندخن صحيح، انه ليه شو هالحياه شو لها معنى؟ بدل ما تدخن والارجيل اعمل رياضه. قد ايه بربح يا حكيم؟ يعني قد ايه بتربحني انا اذا وقفت؟ لازم نقول اذا وقفنا بين العمر ال20 وال40 سنه بربح 22 سنه من حياتي، 22 سنه بربح. يعني تقول قد ايه الربح المهم. وبرجع بقول كل ما تاخرت انا توقف السيجاره على اساسك بتوجه للشباب والصبايا، لان هون فيكم توقفوا اكثر من الكبار. بس تقطعي عمر بصير صعب كثير توقفي السيجاره، بيكون الضرر انعمل، بيكون الضرر انعمل وبيبقى كثير صعب. يعني بدنا مثل كيف واحد بيحشش بدنا نوقف التحشيش، بدنا نعمل بروجرام طويل عريض. بس نكون صغار بالعمر بين 20 و 40 سنه بقى فينا نوقف السيجاره. يعني انت اصغر من 20 سنه بس لازم نوقف السيجاره بهالعمر. ناخذ محلها نعمل رياضه، نعلم لحدنا، مش انه نعطيه سيجاره، نعلم لحدنا ما يدخن. وهذا شيء كثير مهم لان بربح انا فوق ال 20 سنه من عمر. دكتور ناصر ذكرت الكحول، وفي كمان هيك نظريات بتقول انه الكحول مع الدخان أكيد ممكن يضر، بيكون هون بالفيروس بيضر بكل المنطقه بنسميها او ار ال، او ار ال اي ان تي، يعني منطقه الانف والحنجره. هيدي بيزيد السرطانات هونيك. وما ننسى انه الكحول اذا اخذنا كثير كحول عندنا مشكله بالكبد، بصير يعني بيشمع الكبد، ومن تشميع الكبد بنعمل سرطان. هلا برجع بقول هل الكحول مش منيحه؟ الجواب نحن بنقول دائما قليل من الخمر يحيي قلب الانسان، منيح قليل من الخمر، بس يبقى قليل من الخمر. مش كل يوم، لان نسال الناس شو بتشرب؟ بيقول لك لا، قد ايه بتشرب بالنهار؟ نتفه صغيره بترد مرته انه حكيم بيشرب قنينه، هذه كثيرا من الخمر. بدنا قليلا من الخمر يحيي قلب الانسان، وهذا شيء كثير مهم وصحيح مثل ما عم بتقولي، انه زياده الخمر على السيجاره بيزيد السرطانات خاصه بالمنطقه الانف والحنجره. معناتها لهلا صرنا نعرف انه من انواع السرطان يلي ممكن نتفاداها هي كل هالجهاز التنفسي وصولا الى الرئه. صحيح. هل في انواع سرطانات اخرى ممكن نقدر نتفاداها بطرق ثانيه؟ هلا هيدي حتى نتوقع منها. هلا بيرجع انه نلقط السرطان بمرحله مبكره. وراح ذكرهم، لان كل سنه بنذكرهم، بس نحن بنقول السهل الممتنع. شو يعني السهل الممتنع؟ يعني بتسمعي بتقولي ايه انا بعرفها، على البراتيك ما بتعملي شيء. او الوحده للنساء، واحد تعملي ماموغرافي كل سنه مره من ال 40 سنه وطلوع. يا ما نساء ما بيعملوا هيك، يا نساء يا حلوين يا حبيباتي، إذا بتريدوا من ال 40 سنة وطلوع اعملوا ماموغرافي كل سنة مرة. ليه عم بقول هيك؟ عم بقول هيك لأن مرة على 8 بتعمل سرطان بالثدي.
شو بتعمل المرأة؟ بتقول انه انا دسيت في صدري وما حسيت في شيء، بس هذا ما بيكفي. ما بيكفي لان انا بدي القط السرطان بمرحله يبقى اصغر 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 صغيرتها اقدر صححها 99%. من هون الماموغرافي كثير مهمه، كل سنه مره، وكل سنه بنعمل حمله وبنقوم لقيامه وكذا، بس نعمل ستاتستيك ورا هون بنلاقي انه بجبل لبنان اللي بنقول انه نحن متحضرين وكذا، بس 25% من النساء فوق ال 40 سنه بيعملوا ماموغرافي كل سنه مره. ليه بخافوا السيدات؟ برات جبل لبنان وبيروت اقل من 5%، يعني هالنتائج لازم تتحسن. على اساس هيك لازم نوعى هالموضوع ونعمل كل سنه، مش انه عملتها على 40 وخلصت القصه. بس ليه ما في متابعه من الطبيب النسائي لهالموضوع؟ يعني في متابعه بس ما في هروب من 25% صار احسن، مش صحيح هي الستاتستيك موجوده حتى عند الجينيكولوج، يعني ما بيروح. لو ما عم بخبرك قديش بيشوفوا جينيكولوج كل سنه مره فوق ال 40 سنه، عرفتي كيف؟ اسالي امك، من امي وامك، امك وامي، اذا قلت لها جينيكولوج مرتين لأمي بتقول لي الله بيبعت، عرفتي كيف؟ سألي مرتي بتفهمي قصدي ليه عم بقول؟ لان عندنا هيك هالسهوله، بدنا نغمض عيوننا، ما بدنا نسمع، ما بدنا هيدا البلد. بس لازم نشدد هالموضوع لان حرام نحن نشوف بعد ما يعني نساء بمرحله متقدمه متعلمين. يعني انا بشوف مره متعلمه كبر التيومور تبعها بالثدي اكثر من 5 سنتيمات، ما لازم بقى اشوفهم. والرحم ايضا يعني هول معلقين. هيدي اول وحده. ثاني وحده هي البابسمير، البابسمير يعني الازازه الفروتي، اذا كان كمان لازم نعمل فروتي كل 3 سنين مره بيكفي. نروح عند الجينيكو نعمل فروتي اكيد مهمه، نعمل الفاكسان لاولادنا تبع الاتش بي في تبع الكول كمان مهمة. للرجال هون النساء يعني ماموغرافي كل سنة مرة، البابسمير للمرأة. عند الرجال شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل PSA من الخمسين سنة وطلوع كل سنة مرة، وللمرة والرجل نعمل كولونوسكوبي. PSA هو فحص دم. أكثر سرطانات مثل ما حكينا بأول الحلقة أنه هو سرطان البروستات عند الرجل، لشان هيك بيعمل PSA كل سنة مرة من الخمسين سنة وطلوع تا نلقط سرطان البروستات بشكل مبكر. وبيبقى الكولون المعاء الغليظ، بدنا نعمل كولونوسكوبي للمرة وللرجل من الخمسين سنة كل عشر سنين. وأنا خليني أعقب على كلام حضرتك دكتور، أنه كمان الدخان مثل ما دايما بتقلنا بيأثر على كل هول الأنواع مش بس الجهاز التنفسي. صحيح. بدنا نشكر وجودك معنا، وإن شاء الله كل مرة منلتقى فيك بتكون الستاتيستيك عم بتقل. أحسن. أهلا وسهلا فيك دكتور فادي نصر. بريك صغير ومنتابع.